وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود لتحقيق الاستغلال الامثل من الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه بهدف تسخير امكانات الدوله للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك كافه انواع الازمات والاحداث الطارئه. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع الفريق احمد خالد قائد القياده الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ولواء اركان حرب محرز عبد الوهاب القائم باعمال رئيس هيئه الاستخبارات العسكريه ولواء اركان حرب بكر البيومي مدير اداره الاشاره للقوات المسلحه ولواء اركان حرب اكرم الجهري مدير اداره نظم المعلومات للقوات المسلحه واللواء محمد سعيد مساعد مدير اداره الاشاره للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد، لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات انشاء منظومه الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه المنتظر تعميمها على مستوى الجمهوريه والتي تعد من اكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وتهدف الى سرعه احتواء ومجابهه جميع انواع الطوارئ والازمات والكوارث بكفاءه تامه وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة سعيا نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية